الله، لا إله إلا الله. صباح الخير يا ابنة أخي العزيزة. أسعد الله صباحك يا عمي. أين الأولاد؟ محمود سينزل أولا، فهو في بداية المرحلة الثانوية، ومدرسته أبعد قليلا من مدرسة سعيد وشيماء. هؤلاء الأولاد أشعروني بالعجز سريعا. من يصدق أن حفيدي في بداية المرحلة الثانوية؟ ولكنك أكثرنا شبابا يا جدي. لا تبالغ يا محمود، لا تبالغ. كلا والله يا جدي، فأنت حقا شعلة من النشاط والحيوية، ومن يراك معي يظن أنك أخي الأكبر. كذا يا محمود، كذا يا محمود، أخوك الأكبر، بل أنا أخوك الأصغر يا ولد. فقد أوقعت قلبي يا جدي، فقد ظننت أنني قد تعديت حدود الأدب. أنت مثال للأدب يا محمود، وأنا أحبك كثيرا. وأنا أيضا يا جدي أحبك كثيرا جدا. الحمد لله. لقد تأخرت كثيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله. هاي. ماذا تفعل يا سعيد؟ أنا لا أفعل شيئا يا أبي. ألم يكفك اللعب بالكرة طوال الإجازة فتريد أن تأخذها معك إلى المدرسة؟ أنا لا تكذب، أنا أكره الكذب والكاذبين. نعم يا أبي، كنت سأخذها معي المدرسة. إذن فأنت لا تدرك أهمية هذه السنة بالنسبة إليك. أنت في نهاية المرحلة الإعدادية، ويجب عليك أن تجتهد منذ اليوم الأول حتى تحصل على مجموع كبير كأخيك محمود. سأنجح إن شاء الله. إذن دعك من هذه الكرة وهيا معي حتى أوصلك إلى المدرسة أنت وأختك شيماء. أنا جاهز يا أبي. وأنا أيضا يا أبي، ولن أكتفي بتوصيلك لي فقط. وماذا تريدين أيضا؟ أنا في نهاية المرحلة الابتدائية. أعرف ذلك، ولكن لا أستطيع الجلوس إلا في الصف الأول. وما دخلي أنا بهذا الأمر؟ يجب أن تعتمدي على نفسك. في مدرستنا يقوم المدرس بتوزيع الطلبة على الصفوف الأولى وحتى نهاية العام. لو أنك تعودت على التركيز في الدرس من أي مكان فلن يهمك تركيز جلوسك في الصف. احمل الفأس وهيا نشتغل في الأرض، هيا سوف أجني بيدي ثمرا منها جنية. احمل الفأس وهيا. اترك الفأس وهيا نشرب الشاي سويا. أنت شاعرة بارعة يا ابنة أخي. وأنت لا تنسى الأناشيد التي كنا نغنيها في المدرسة وتدرسها لنا. يا لها من ذكريات. كانت أياما جميلة، ليت الأطفال يستمتعون بها ويستمتعون بكل يوم فيها. وهل كانت المدارس أيامك مثل أيامهم؟ لا يهم يا ابنتي شكل المدرسة، النتيجة واحدة، وأن الأطفال يذهبون إلى المدرسة لتلقي العلم. لكل واحد من أبنائي مشكلة خاصة به، فشيماء تريد الصف الأول في الفصل، وسعيد مشغول بأوقات الراحة قبل أوقات الدراسة، أما محمود فيريد أن يكون الأول على المدرسة دائما. هذا لا ينفي كونهم في أسعد أيام حياتهم، وعليك أنت ومصطفى تبصيرهم بهذا. بل ادعو لي أن يوفقني الله في متابعة دروسهم. إنها مسؤولية كبيرة يا ابنتي، ولكن خبريني ماذا تريد يا عمي؟ هل يواظب أخوك توفيق على إعطاء الأولاد اللغة العربية ككل عام؟ توفيق لا يحتاج اتفاقا، فهم أولاد أخته، وهند أيضا عمتهم، وهي حريصة عليهم. الحمد لله، فزواجكم جميعا ثمرة حبي لأخي حبا كثيرا،
فتزوجت أنت من ولدي مصطفى وأخوك تزوج ابنتي هند. وإن كنت أعيب على أخي توفيق كسله الشديد. إنه ليس كسولا يا حمدية، ولكن طبيعته هادئة. بل كسولا يتمنى أن يقضي حياته على مكتب وفي يده كتاب. إنه أخي وأنا أدرى به. سأقوم لأعد الطعام واستعد لاستقبال مشاكل الأولاد وحكاويهم أيضا. كان الله في عونك، وبمشيئة الله بعد أن أنتهي من شرب الشاي سوف أقوم بغرس الشجرة قبل أن يأتي الأولاد. عن إذنك يا عم. بالسلامة. بأولادي الأحباء. أمي الحبيبة هنئيني. لماذا يا محمود؟ من أول يوم اختارني الأساتذة لأكون رائد الفصل والمسؤول عن النظام فيه. هذا عظيم جدا. ها؟ ولكن لماذا أنت؟ لقد قام المدرس بعمل اختبارات على دروس العام الماضي وقد أجبت على جميع الأسئلة بلا خطأ واحد. أرى أنك دائما طالب نجيب جدا. وأنت يا سعيد، هل اختاروك زعيما؟ أفضل من هذا بكثير. ها؟ إذن أخبرني وأسعدني. في أول حصة للألعاب تم اختياري كابتن لفريق المدرسة. وهل ستؤدي امتحانات آخر العام في الكابتنة يا كابتن؟ هوب 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 هوب. لا تسخر من الرياضة يا محمود. أخبره يا جدي. لولا الرياضة لأصبحت كسولا خاملا لا تستطيع أن تستذكر دروسك. وسترى أن تفوقي في رياضتي عامل أساسي في تفوقي في جميع دروسي. حاول أن تثبت له ذلك. أين شيماء؟ أين شيماء؟ أين شيماء؟ لو استطاع أن يحصل على 95% في امتحانات آخر العام مثلي سأعترف به رياضيا. بإذن الله سأحصل على 100%. فلنترك هذه المنافسة إلى آخر العام الدراسي. ولكن أين حبيبة قلبي شيماء؟ استطعت أن أجلس في الصف الأول وكنت سعيدة جدا. ها هو أبوك وسنعرف منه كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أرضيتها؟ قل لي ما الأمر وما حكاية سعادة هذه؟ لقد حكيت لأبي كل شيء وأنا كفيل به إن شاء الله. تعال يا صغيرتي تعال. إن سعادة هذه فتاة عظيمة تستحق الحب والتقدير من جميع المسلمين. حتى أنت يا جدي. لا تضيع الوقت، سوف ندخل في حجرات الخاصة وسنتكلم في هذا الموضوع، وإذا فهمت بسرعة ما أقول سيكون لك مفاجأة عظيمة. هيا هيا ابنتي، هيا هيا سيدي. ما الأمر يا مصطفى؟ إنها فتاة مسكينة، كان أبوها بطلا من أبطال حرس الحدود واستشهد وهو يدافع عن أمن الوطن. وهل شرحت العم هذا الأمر؟ نعم، وهو ينوي إقناعها بمكانة أبيها عند الله وعند المؤمنين، وأن أبناءه أمانة في أعناقنا، يجب علينا أن نرعاهم كما نرعى أبناءنا وأكثر. أرجوك يا مصطفى، حاول أن تدعو سعادة لقضاء يوم عندنا حتى نعطي الفرصة لشيماء لتحبها كأختها.
سأحاول دون شك، ولكن يجب أولا إقناع شيماء بمسؤوليتها تجاه أختها سعاد. هل أنت فتاة مسلمة مؤمنة بالله يا شيماء؟ نعم يا جدي. هل تذكرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه؟ عن أي شيء يا جدي؟ عن أس الأمر وعموده وذروة سنامه. نعم أذكر هذا الحديث يا جدي. وهل تفهمين معنى الحديث يا شيماء؟ إن السنام هو أعلى شيء في الجمل، وذروة السنام هي قمة سنام الجمل، وقد أراد رسول الله الكريم أن يدلنا على قيمة الجهاد في سبيل الله ومكانته في الإسلام. وما علاقة هذا بزميلة سعاد التي أخذت مكاني؟ هل تعلمين أن والد سعاد شهيد جاهد في سبيل الله حتى قتل وهو يدافع عنا جميعا؟ والد سعاد شهيد؟ ولذلك نحن جميعا مسؤولون عن أولادي، ويجب أن نحبهم أكثر من أنفسنا، لأنه ضحى بنفسه حماية لكل المسلمين في بلدنا. ولكن يا أمي، ما ذنبي أنا لأفقد مكاني؟ إن الذي يكرم أبناء المجاهدين في سبيل الله يعطيه الله مثل أجرهم، لأنهم يساعدون المجاهد على الجهاد وهو مطمئن على أهل بيته. وسعاد زميلتك ابنة شهيد من أهل الجنة، فإذا أحببتها كأختك تدخلين الجنة مثل أبيها. ولا أدري كيف أصف لك الثواب العظيم إذا فضلتها عن نفسك. سأحب سعادة كأختي تماما، ولكني ما زلت أريد العودة لمكاني المفضل. هذا فقط كل ما يهمك؟ نعم، لابد أن أثبت جدارتي في أن أكون كابتن لفريق المدرسة. أخشى أن تكون كابتن الراسبين آخر العام. إنك مغضوب كثيرا بال95% التي حصلت عليها في الإعدادية. لقد كنت الأول على المدرسة. أما أنا فسأكون الأول على الأوائل في الكرة وإضاعة الوقت في كل شيء. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا خالي؟ وكيف حال عمتي هند؟ بخير، وحملتني السلامة لكم جميعا. أخبره يا خالي، ألست متفوقا في دروسي؟ وهل سأتركك دون ذلك؟ إن محمود حزين لأنهم اختاروني كابتن لفريق المدرسة في كرة القدم. إنه فقط يخاف عليك أن تعطي الكرة أكثر مما ينبغي. انظر يا خالي، هذا هو كل ما فعله منذ أن جاء من المدرسة. الملابس الرياضية؟ نعم، إنه يسرع بإعداد كل شيء خاص بالرياضة، ولا يخطط دقيقة واحدة لدروسه ومستقبله. لهذا جئت إليكم اليوم. جئت إليكم لأساعدكم على التخطيط السليم حتى نهاية العام الدراسي. هيا فلنبدأ من الآن. يا الله، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا توفيق. أهلا بك. قل لي. نعم. هل تواصلت مع الأولاد إلى خطة لتنظيم أوقاتهم للعام الدراسي الجديد؟ نعم. هل نسيت أنني منظم أوقاتهم منذ أن كانوا أطفالا؟ أشكرك يا توفيق، لقد رفعت عني عبئا ثقيلا، وجعلتني لا أحمل هما بشأن دراستهم وتفوقهم الذي لا ينكره أحد من أقربائهم. يبدو أنك نسيت أن الخال والد وهم أولاد أختي. فقط؟ لا، ليس فقط، بل أولاد مصطفى ابن عمي وفي مقام أخ الأكبر. وهل قابلت شيماء؟ نعم، وهي والحمد لله أكثر نظاما من سعيد على الأقل. وهل ذكرت لك موضوع مكان جلوسها في حجرة الدرس؟ نعم، ولم أشأ أن أدخل معها في تفاصيل الموضوع، وقلت أتركه لكم أولا، ولكنني فكرت في شيء سوف أفعله إن شاء الله. وما هو؟
هل من الممكن أن أعرفه؟ ليس هناك أسرار يا مصطفى. سوف أتصل غدا بإذن الله بمديرة المدرسة، وسوف أجعلها تساهم معنا في إيجاد حل لمشكلة شيماء في الحفاظ على ما يجب علينا جميعا من واجبات تجاه سعاد رحم الله أباها. وهل شيماء هي التي أخبرتك أن والد سعاد شهيد؟ بل أخبرتني حمدية بتفاصيل الأمر. وإذا لم تنجح المديرة مع شيماء فما رأيك أنت؟ رأيي أن تأخذها بشيء من الشدة في بداية الأمر، وعلى جدها بعد ذلك أن يأخذها بالرفق واللين، فهي ما زالت صغيرة ولا تعرف أوجه الصحة في كل الأمور. إنها قسوة من يرحم يا أستاذ مصطفى. سأفعل إن شاء الله، وأرجو أن أوفق في إلانة رأسها. لو عرفت أنك ذكرت هذا المكان مرة ثانية سأعاقبك عقابا شديدا. ولكنه مكاني. لا تعارضي أباك، هي اللي تلحقي بإخوتك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فتاة عنيدة. ليس بهذه الطريقة يا مصطفى، إنك بذلك تهدم كل ما أبنيه أنا. إنها لم تصغي لأي حديث يا أبي، الذي في رأسها لم يتغير أبدا. قلت لك اترك لي أمرها، فأنا لم أعلم فشلي بعد. يا أبي، أنت لا تعرف حقيقة مشاعري نحو هذه الفتاة المسكينة اليتيمة. هل ضحى أبوها بحياته من أجل أن نسيء معاملتها؟ لا والله، لا، لن أتسامح مع شيماء إن لم تتعامل مع سعاد كأختها وأكثر. إنها لا تعرف فضل أبيها علينا جميعا، وطبعا لن تعرفه بين لحظة وأخرى، ولذلك سوف أروي لها ولإخوتها ما يحثهم على حسن معاملة أهل المجاهد في سبيل الله. والله يا أبي، نحن جميعا في حاجة لمعرفة قدرهم عند الله. وهل هناك أعلى من الفردوس سوى عرش الرحمن يا مصطفى؟ إن توصيل هذه المفاهيم لعقول الأولاد مهمة شاقة جدا. فهمت يا أم، أخشى أن أتأخر عن موعد جد. لا حواديت إلا بعد الإجابة عن هذا السؤال، ما الفرق بين كان وإن؟ كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن تنصب المبتدأ وترفع الخبر. ها يا أمي، لا أريد أتأخر عن موعد جدي. لا فائدة ما دمت على هذا العناد. إن جدي ينام مبكرا، وأخشى لو تأخرنا عليه ينام. كلا، فهو ينتظركم ولا ينام قبل أن يحكي لكم الحدوتة ويقبلكم جميعا. إذن فيجب أن لا نتأخر عليه. شكرا يا أم، السلام عليك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. آخ من هذه البنت العنيدة، لا أدري متى أعودها على ترك هذا العناد. من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. من الطارق؟ نحن يا جد. وماذا تريدون؟ نريد جدي. أندخل يا جدي؟ ادخلوا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم يا جد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. لماذا جعلتنا ننتظر يا جدي؟ كنت أريد أن أعرف إذا كان كل منكم قد استوعب ضرورة الاستئذان قبل الدخول أم لا. وكيف وجدتنا يا جدي؟ وجدتكم والحمد لله من الفاهمين. نحمد الله على ذلك. الحمد لله. ثم ماذا يا جدي؟ ماذا عن ماذا يا شيماء؟ عن حكاية اليوم يا جدي. فهمت الآن، ويستحسن يا شيماء أن تكملي حديثك تماما. سأفعل بإذن الله يا جدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. صدق الله العظيم. ما أعظم هذا التصوير القرآني المعجز، لا يحتاج إلى شرح. صدقت يا أخي، إني فهمت المعنى دون جهد. إذا كنتم قد فهمتم فهل يقول لي أحدكم لمن الخطاب في واتل عليهم؟ أنا أعرف يا جدي، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم المنزل عليه القرآن. أحسنت يا ولدي، ونلاحظ أن التصوير القرآني يبرز الخير والشر في الإنسان، فهذا قابيل يتخذ أخاه عدوا، وهذا واضح من الصياغة القرآنية التي هي كلام رب العزة سبحانه وتعالى، لأقتلنك، عدوان بالقول يتبعه قابيل بالفعل، إنها نزعة الشر في الإنسان، وهذا هابيل فيه كل الخير. يقول لأخيه لو مددت يدك إلي لتقتلني فلن أمد يدي إليك لأقتلك إني أخشى الله سبحانه وتعالى. إنها نزعة الخير في الإنسان، الخير والشر معا في أولاد آدم عليه السلام. يا سبحان الله، أخوان شقيقان يقتل أحدهما الآخر؟ نعم يا بني، فأمره سبحانه وتعالى إذا قال لشيء كن فيكون. ولكن ما السبب يا جدي؟ تسألين في الوقت المناسب يا ابنتي حواء. السبب كما تقول الروايات هو حواء، فلقد أمر سيدنا آدم عليه السلام هابيل وقابيل بأن يتزوج كل منهما توأم الآخر، فسخط قابيل على أخيه لأن توأمه كانت أجمل من توأم أخيه هابيل، وقال لهما سيدنا آدم عليه السلام لما رأى قابيل ساخطا على هابيل قربا قربانا فمن أيكما قبل تزوج الأجمل، ففعل فقبل قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلت، فزاد ذلك من حقد وحسد قابيل وأصر على قتل هابيل فقتله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك رواية أخرى تقول إن ابني آدم ليس معناها ابنيه لصلبه، وإنما هما رجلان من بني إسرائيل وكلنا أولاد آدم، واستدلت على ذلك بأنه يعقب القصة في القرآن الآية التي يقول فيها رب العزة سبحانه وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله العظيم. وماذا فعل قابيل بعد أن قتل أخاه؟ لم يعرف أين يذهب بالجثة، وبعث الله سبحانه وتعالى غرابا ليري قابيل كيف يواري، أي يستر جثة أخيه في الأرض، وندم قابيل لما رأى الغراب أكثر منه فهما، وعرف أنه أعجز من الغراب في التفكير، ومع ذلك لم يتعظ أبناء آدم يا جدي بما حدث بين قابيل وهابيل. يذكر يا بني القرآن الكريم ذلك في الآية التي ذكرناها فيقول ما معناها
أنه برغم إرسال الرسل بالبينات فإن كثيرا من بني آدم بعد ذلك مسرفون في القتل. وهكذا يا أحفادي نرى أن الخير والشر قديمان قدم البشرية نفسها، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتصبحون على خير، هيا إلى فراشكم. قلت هيا إلى فراشكم. إذا فالعصا لمن عصى. تصبح على خير يا جدي. جدي العزيز، شكرا.